السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على برنامج اسمه نيكست كوب. البرنامج ده ميزته ان هو اوبن سورس، فببلاش، مش تحتاج سورس، مش تحتاج ان انت تضرب كرياك وباسورد والحاجات دي كلها. لا، هو البرنامج ميزته ان انت تقدر تفتح الملفات اللي هي 3DS، اللي هي 3DMax والاوبجكت، وممكن تسيفها بعد كده، ممكن تسيفها DAE، وممكن على الاقل تفتح الملف تشوف ايه الموجود. يعني ممكن اقول له هنا ايه امبورت، وتبدا تشوف الملف، في ملف هنا مثلا مش عارف ده بيتكلم على ايه او شكله ايه، هقول له اوبن وابدا افتح الملف زي دوت. تمام، وادوس كليك شمال وابدا اشوف المشروع معمول ازاي، اشوف هو ده الملف اللي انا عايزه ولا لا. انا يعني ممكن اكون منزل ملفات كتيرة، وعشان افتحها 3 دي ماكس هتاخد وقت على ما تفتح. لا، ده برنامج سريع، ممكن تقول له انا عايز اشوفها من على التوب، عايز اشوفها ووك ثرو، عايز اشوفها سايد زي ما انت عايز تشوفها، وممكن بعد كده تسيبها، ممكن تعمل ريلود للملفات اكس ام ال. فيها شوية مزايا برنامج، ميزته ان هو مساحة صغيرة 3 4 ميجا بس، بيأدي اغراض حلوة وسريع في الشغل بتاعه. ده الناس اللي هي بتشتغل في 3D modeling.